السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة وأخيرة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 من الميلاد. 25 ساعة بالتمام والكمال تفصلنا عن الحلم، عن مباراة الحلم ما بين مصر والسنغال اللي هتقام باستاد القاهرة الدولي مساء الغد الجمعة في تمام 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. الدموع شغالة والعيون مترقبة والقلوب بتنبض والدعوات متواصلة عشان مصر بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون ربنا توفيق وحالفها بكرة وفي ماتش يوم الثلاث كمان مباراة العودة في السنغال، ونقطع تذكرة العبور للمرة الرابعة بإذن الله إلى كأس العالم. هتقولوا لي الرابعة، أقول لكم الرابعة بعد إيطاليا 34 وبعد إيطاليا 90 وبعد روسيا 2018، إن شاء الله تبقى رابع مرة تصل فيها مصر إلى كأس العالم، والمرة الثانية على التوالي لكأس العالم قطر 2022 اللي هتقام البطولة ان شاء الله في ديسمبر من هذا العام في الشقيقة العربية الدوحة. انا مش هكلمكم كتير عن الماتش ومش هكلمكم كتير عن الخطط والتكتيكات ومين يعمل ايه وكذا، لانه عندي فقرة رياضية مطولة مع الزميلة العزيزة ولاء بعد الفاصل مباشرة، فخلوا الكلام كله في الكرة في فقرتنا الرياضية اوفسايد. كل اللي علينا بس ان احنا ندعي، ادعوا 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 لعل الله يستجيب لدعاء المصريين بإذن الله. خلينا نروح لروسيا وأوكرانيا واللي بيحصل ما بينهم. خليني، أنا عارف أن أنتم متابعين يمكن المشهد والحرب والتطورات أكتر مني وعلى نشرات الأخبار وفي المواقع وعلى وكالات الأنباء لأنه الحدث الأساسي على مستوى العالم يعني. بس خليني أقول لكم لقطة صغيرة كده عشان تبقوا شايفين زاوية مهمة قوي قوي في الصراع الروسي الأوكراني. احنا قلنا انها أزمة عالمية مش بس صراع ثنائي ما بين روسيا وأوكرانيا، متفقين، بس خليكوا معايا في التركيز على هذه الزاوية وهي زاوية تكسير العظام. في حالة من تكسير العظام ما بين روسيا وأوكرانيا بتحصل. عاملة ازاي تكسير العظام دي؟ الحرب ابتدت او الهجوم الروسي والعمليات العسكرية الهجومية الروسية ابتدت على أوكرانيا، وعايز اقول لكم انها حققت يمكن اكتر من 70 أو 80% من اهدافها العسكرية، لان في لروسيا اهداف عسكرية واهداف سياسية. الاهداف العسكرية تقريبا معظمها تحقق، وهو تعجيز اوكرانيا وشل حركتها وشل منظومتها الدفاعية ويعني الغاء قدرتها على الرد باي شكل من الاشكال على الجيوش الروسية. النسبة بقول لكم تصل الى اكتر من 80-90%. فاضل الاهداف السياسيه اللي هي بقى توقيع اوكرانيا على وثيقه الحياد، 2 الاعتراف بسيطره وسياده روسيا على خليج القرم، التوقيع الاوكراني كمان على عدم الانضمام الى حلف الناتو او اي حلف عسكري مستقبلا. دول هيتحققوا، بس انا بقول لكم ده لسه قدامهم ايام ربما يعني. تكسير العظام جاي فين بقى؟ كل دولة بتراهن على فكرة تكسير العظام. روسيا بتراهن على تكسير عظم أوكرانيا وإنها تحاصرها وتعجزها وتجيب الحكومة والنظام الأوكراني الحالي أرضا، فبالتالي يرفع الراية ويستسلم ويذعن لكل الطلبات الروسية. والوقت بيمر وبيطول عشان الخناق يزيد على زيلينسكي الرئيس الاوكراني عشان يعمل الهدف الروسي ده او المتطلبات الروسية دي. فهو بيحصل تكسير عظم لزيلينسكي والاوكرانيا لحد ما تقول جاي، لحد ما تقول خلاص انا مش قادرة، انا مستسلمة، انا موافقة على الشروط الروسية. طيب هل في بقى تكسير عظم من الناحية التانية؟ زيلينسكي واوكرانيا بتحاول قدر الامكان انها تطول امد الصراع وما تستسلمش او ما تستجبش بسرعة للطلبات الروسية. املا في ايه؟ املا ان العقوبات والحصار الاقتصادي اللي عامله العالم على روسيا يبتدي يوجع روسيا.
في عقوبات اقتصاديه عملتها الامم المتحده وعملتها الولايات المتحده الامريكيه على روسيا، وفي مقاطعه رياضيه ومقاطعه اقتصاديه ومقاطعه مش عارف ايه على روسيا بسبب قرار الحرب على اوكرانيا. القرارات دي ليها تاثير سلبي اكيد على روسيا. طبعا الاقتصاد الروسي قوي وتاني اقوى اقتصاد في العالم او تالت اقوى اقتصاد في العالم بعد امريكا والصين، فيقدر يستحمل. بس يقدر يستحمل لامتى؟ هو ده السؤال. هو ده الورقه او الرهان اللي بيلعب عليه زيلينسكي والقياده الاوكرانيه، ان احنا نحاول نستحمل الضرب الروسي اطول فتره ممكنه حتى تستطيع العقوبات والمشاكل الدوليه الحاصله على روسيا انها تؤتي ثمارها وتؤثر في روسيا، فتبتدي روسيا هي اللي تقول طب تعالوا نقعد للمفاوضات فتتنازل عن بعض الشروط وتوافق على بعض المطالبات الاوكرانيه، فيحصل نوع من انواع الكومبرومايز او التوصل لاتفاق وسط ما بين الطرفين. مين اللي هيرفع الرايه الاول؟ مين اللي هيقول جاي الاول؟ مين اللي عظمه هيوجعه الاول؟ ايام، ربما مش اسابيع، في رايي ايام. ايام دي يعني 10 20 يوم على الاكثر، وهذه القصه ستنتهي الى نهايه معينه. ايه هي النهايه؟ الله اعلم. تقرير عن تطورات ما يحدث ما بين بوتين وزيلينسكي. يوما بعد يوم تزداد المخاوف والقلق في العالم أجمع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا زالت تتواصل حتى وقتنا هذا، حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إنهاء الحرب في أوكرانيا واصفا إياها بأنها عبثية وغير مقبولة أخلاقيا ولا يمكن الدفاع عنها سياسيا وغير منطقية عسكريا. وأكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في أوكرانيا تعني المجاعة في إفريقيا، موضحا أن تخلف روسيا عن سداد الديون سيكون له تأثير مباشر على العالم. ووفقا لما قالته المتحدث الرسمي باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هناك مخاوف بنقص السلع الاستراتيجية بسبب الأزمة الأوكرانية، مضيفة أن حظر تصدير السلع يجعل هناك ضغط على دول العالم، وكذلك توابع جائحة كورونا والتأثير المناخي يؤثر من المناطق التي تعاني من شح غذائية، وأن العالم يشهد زيادة في الأسعار الغذائية ولكن لم تصل إلى الذروة، ونفس هذه الأزمة هي التي حدثت عام 2008، لافتة إلى أن التعافي الاقتصادي سيأخذ وقتا كبيرا، مؤكدة أن هناك مشكلة في أوكرانيا في زراعة القمح ستؤثر على تصدير القمح بسبب نقص الوقود. وأوضحت أنه منذ بداية العام فهناك فجوة ما بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المالية وأزمة أوكرانيا أدت إلى زيادتها، مضيفة أن المحاصيل تكلف الضعف عما قبل، وهناك من ممكن 4 ملايين شخص لم يستطيعوا الحصول على المواد الغذائية حول العالم، ولا بد على الدول التحمل للأزمة والخروج بها بأقل تأثير. وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة لحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن والذي تمتلك فيه موسكو حق الفيتو باعتبارها أحد الدول دائمة العضوية. ووفقا لما قالته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 3.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك. ولأنها أزمة عالمية زي ما شفنا في التقرير وشرحت لحضراتكم قبل التقرير، أثرها كمان عالمية، يعني أثرها ما مش متوقف عند بس الدول الصراع روسيا وأوكرانيا ودول الجوار، لا، كل العالم بيدفع فاتورة هذه الحرب، واحنا في مقدمة صفوف الدول اللي بتدفع فاتورة هذا الحرب. وشفتوا الارتفاعات اللي حصلت في الذهب وفي البترول وفي باقي السلع الاستراتيجية، بالاضافة طبعا لحالة الغلاء اللي حصلت في باقي اسعار السلع الغذائية. عشان كده بيجي دور المجتمع المدني ومؤسسات التكافل والتضامن وكل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية اللي دورها الطبطبة. يعني ايه الطبطبة؟ اللي هي تقف جنب الفقير والمحتاج واللي عنده حالة عوز خلال هذه الفترة وغير قادر على مجارات هذه الأسعار المرتفعة، بتوفير السلع الأساسية والسلع الغذائية يا إما بأسعار مناسبة جدا أو بكراتين رمضان اللي هي عمل الخير اللي احنا دايما بنترقبه.
واحدة من اهم المؤسسات اللي احنا بنعتمد عليها، والحقيقة عملها معانا في مصر على مدار سنوات طويلة اكسبها ثقة المواطن المصري وثقتنا كمان في الاعلام، هي طبعا مؤسسة وجمعية الأورمان، اللي مشرفتني على التليفون مديرها اللواء ممدوح شعبان. مساء الخير يا ممدوح بيه. مساء الخير بحضرتك، ومساء الخير بكل كلمة إيجابية بتقولها، ومساء الخير للإعلام الإيجابي اللي حضرتك بتمثله فعلا في كافة الميادين وفي كافة المجالات. أشكرك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب، وزملائنا كلهم في الأورمان بخير ومشكورين على الجهد الرائع اللي بيبذلوه. والله يا فندم كل الأورمان زي ما سيادتك بتقول، وأنا بقولش الأورمان بس وكلمات جميل، كل المجتمع المدني، كل الجمعيات، يدا في يد، قلبا في قلب. السيدة وزيرة النظام الاجتماعي بنعمل اجتماعات عشان تنقية قاعدة البيانات. الحمد لله عشان الأورمان وعشان شعب المصري الجميل وعشان كل ايد في مصر بتحس بايد الاخر، احنا الحمد لله والله يا استاذ تامر من 4 أشهر عملنا المناقصات والممارسات، جبنا الاف الاف الاطنان، وبرضه للحق يقال التجار الشرفاء وفوا بعهدهم، ودلوقتي وحضرتك بتكلمني حالا دلوقتي في عشرات عشرات الالاف من الكراتين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالكامل، من حلايب لشلاتين وأسوان لغاية مرسى مطروح وفي قلب القاهرة، عملنا عشرات عشرات آلاف بسم الله ما شاء الله الحمد لله الكراتين وفي المخازن وبنوزع، والناس وقد إيه المتبرعين الشرفاء رجال الأعمال والتجار وكل مصري. في ناس أنا مش عاوز أقول لك، في بيتبرع ب50 جنيه الله، بيقول لي مشاركة عشان كرتونة، في كمان ناس عملت ملامح ملحمة جميلة يا أستاذ تامر على أرض مصر الطيبة. طيب ده في واحد في العمارة بتاعته فيها 20 عدى على العمارة، جمع من كل عمارة 100 جنيه أو 200 جنيه ويقول أدي 4000 جنيه تمن 20 كرتونة، أدي 3000 جنيه تمن 15 كرتونة. لا ملحمة جميلة، أنا أشكرك عشان حضرتك بتظهر هذه الملحمة الجميلة، بتظهر معنى المصري الجميل. الشكر لربنا أولا وليكم ثانيا، لأنه إحنا بس بننقل هذا الجهد، وأنا عارف إن حلمنا وحلمكم كمان السنه دي عالي، احنا عايزين نوصل لاكثر من 350 ألف كرتونه. الحمد لله طبعا الدال على الخير كفاعله، لا وصلنا يا فندم ل 350 ألف كرتونه بسم الله ما شاء الله كأورمان، ومش عاوز اقول ان كل المجتمع المدني وصل ايه، وتحيا مصر وحياه كريمه والقوات المسلحه والشرطه دي، بقول والله العظيم اللي بيحصل على ارض مصر يا فندم ملحمه تدرس. الحمد لله. انا عايز كمان ممدوح بيه، بخلاف العدد الكبير اللي يعدي يا رب المليون كمان كرتونة، انا عارف ان انتوا حريصين على الوصول بهذه الكراتين وهذه الاطعمة الى ابعد نقطة ممكنة على ارض مصر. ابعد، وكلام سيادتك ادق من الشعرة، وحضرتك شاهدا معانا شاهد عيان على كل شيء. صحيح. حلايب وشلاتين، سيوة، الوادي الجديد، مرسى مطروح، مزبوط، اسوان، ادفو، كل مراكز، كل قرية، كل نجع بنوصل له الى ابعد ابعد الحدود، يعني الى ابعد الحدود بنوصل لها بكرتونة الأورمان وكرتونة كل بني ادم، وبنقول له تعالى معانا خد واللي انت، وكمان ان شاء الله ان شاء الله في رمضان هنوزع لحوم مع الكراتين. الله، انا معاك يعني، ما شاء الله مش هقول له بقى لحوم للشهر كله عشان اكون صادق، انا بديله ممكن قوي كيس لحمه يقضيه مره مرتين ياكل لحمه مع الكرتون، لكن فضل الكرتون ان شاء الله فضل الحمد لله فضل عدل. فضل انا نفسي اديله كل شهر والله. لا اللحمه كتير بتجيب نقرس بعيد عنك، بلاش. القليل منها يكفي، لكن الحمد لله بالنسبه للحاجات الرئيسيه، اذا كان رز، اذا كان مكرونه، اذا كان سكر، اذا كان شاي، اذا كان عدس، اذا كان فول، اذا كان بلح، انا بديله الصلصه، بديله علبه الصلصه عشان المكرونه، بديله علبه سمنه كيلو ونص عشان يقضي بيها، يعني بنحاول جاهدين على الاقل عشان اكون صادق مع حضرتك. أيوة. من 16 يوم ل 17 يوم ما يفتحش بيته يجيب كده. بسم الله اساسيات الله. البيت، اساسيات البيت موجوده عنده يعني ان شاء. وطبعا بنهتم جدا، وسيادتك عارف جدا بنهتم جدا بالارمله طبعا والمطلقه والمهجوره. انا عارف ان انتوا عندكم قاعده بيانات ممتازه، فبالتالي احنا مطمنين انه الحاجات اللي بتطلع بتروح فعلا لمن يستحقها. تمام يا فندم كده، وطبعا بالتعاون الدقيق مع كافة المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي، وانا بقول الحقيقة فعلا يعني بطمن سيادتك وطمن كل انسان متبرع ان في قاعدة بيانات دقيقة دلوقتي في وزارة التضامن. هي. كل واحد بياخد، بنحرص على حاجتين اتنين، عدم ازدواجية الاستفادة والاستحقاق للمستفيد. ممتاز. كلنا الجمعيات كلها جمعيات، اذا كانت الجمعيات الشرعية، اذا كان بنك الطعام، اذا كانت مصر الخير، اذا كان كل جمعيات مصر بحالها الجميلة،
ايدينا في ايدين بعض وقلبنا مع قلب بعض. طبعا مع تحيا مصر الجميله القويه، مع حياه كريمه اللي اطلقها سياده الرئيس والمبادره الجميله حياه مزبوط. كريمه في كل مكان، القوات المسلحه، شوادر الشرطه، يعني بقول لحضرتك والله بقول لسيادتك زي ما قلت لك اول البرنامج تامر بيه فعلا دي ملحمه تدرس على ان شعب كله 100 مليون واحد بيتكاتف ان مفيش واحد ان شاء الله هيبات محتاج حاجه في مصر. يا رب يا رب باذن الله. تحياتي يا ممدوح بيه، ويجعلكم دايما كأورمان في طليعه قوافل الخير دايما يا رب. شكرا جزيلا. حاجه حلوه ان انت تحس ان طاقه الخير وطاقه الامل وطاقه الحب، شوف الحماس اللي بيتكلم بيه اللي هو ممدوح مدير عام جمعيه الأورمان، يحسسك انه يعني البلد دي فيها سر وفيها بركه رغم الازمات ورغم الغلاء ورغم الاسعار ورغم ورغم ورغم، لكن فيها بركه وفيها سر لا يعلمه الا الله، ومحافظ عليها ربنا سبحانه وتعالى وسيستمر. نلتقي بعد الفصل. في إطار مبادرة وزارة الداخلية وتحت شعار كلنا واحد، تم الدفع بسيارات متحركة تجوب العديد من المناطق لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. الأسعار مخفضة جدا في حدود المواطن البسيط، والله بنحاول نعمل اللي نقدر عليه ان احنا ننزل الأسعار، وطبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية موفر لنا حاجات كتير. المبادرة موفر فيها سلع كاملة من مجمدات، من رز، من سلع أساسية، من زيوت. اسعار المجمدات بتوفر 60 جنيه اللحمه، اسعار الرز في 8 جنيه وفي 9.5، السكر ب 10 و 11، في اسعار مناسبه جدا. شكر في البدايه والنهايه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والله ليست مجامله، اقسم لك بالله كلكم جميعا ليست مجامله، لان انا موجود هنا في الحصر يوميا وكل يوميا مع الاسعار اول باول. لما ارتفعت الاسعار هو يوم واحد او يومين، ثاني يوم الاسعار نزلت. اسعار حلوه ومناسبه، وان شاء الله ربنا يبارك في السيسي اللي هو مرخص لنا الحاجه، ويا ريت العربيات دي تفضل هنا كل يوم معاكنا، يعني الناس الغلابه تشتري منها، لاني انا واحده ضمن الناس مش معايا بطاقه تومين وعندي 10 عيال، كل يوم بجيب كيس رز وكيس سكر، فيعني الحمد لله الاسعار حلوه. منافذ المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية المخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والزيوت وغيرها من السلع المتوفرة في المنافذ. الأسعار كويسة ومتناول ليد الجميع كلها، وبسم الله ما شاء الله، يعني حاجة تفرح يعني في الغلا ده اللي احنا فيه. المبادرة طبعا كويسة جدا لكل الناس، مش بس الفئة معينة اللي هي المتوسطة او اقل من المتوسطة، لا لكل الناس، لان الشعب دلوقتي اكتريته بيعاني من غلاء الاسعار، فطبعا احنا بنشكرهم جدا. يا ريت الموضوع ده يفضل لحد رمضان، احنا عارفين ان ده حمل تقيل تاني على الرئيس، عشان هو كان مستلم بلد واقعة وتعبين شعب بقى طبعا دلوقتي اللي احنا فيه، الحرب اللي بره احنا بنحس بيها. انا بشكره وبقول له الله يبارك لك. حلوه ما شاء الله، ربنا يكرم. انا لسه جايبه رز وجايبه سكر وجايبه مكرونه، ما شاء الله الاسعار حلوه والله، احسن من بره كتير قوي. اسعار زي الفل، 100 100، حلو قوي بصراحه. يا ريت تستمر كده على طول ان شاء الله، وبنشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي عمله كله. جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين. أحمد غنيم، قناة النهار. أنا توقفت قدام السيدة اللي قالت لك أنا عندي 10 عيال كل يوم بجيب كيس رز وكيس سكر. ده أقل واجب، يعني كيس رز وكيس سكر ده أقل واجب، 10 عيال كل يوم أبقاهم مفتوحة. ربنا يعينك ويسامحنا ويسامحنا كلنا على الكثافة السكانية العظيمة اللي عندنا دي، اللي هي بتلتهم كل شيء، لكن أدي الله وأدي حكمته. طيب تعالوا نروح للحصاد الأسبوعي اللي احنا بنحرص عليه دايما لقواتنا المسلحة الجيش المصري المحترم، واللي النهاردة مش بس الأعمال القتالية والمناورات والتدريبات اللي بتجري على قدم وساق، لا كمان دخول القوات المسلحة بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قصة توفير السلع
والأطعمة الغذائية الأساسية للمواطن المصري من خلال منافذ القوات المسلحة عن طريق توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة إلى هيئة الإمداد والتموين بتوفير حوالي 1 أو 1.5 مليون كرتونة أغذية وسلع استهلاكية وغذائية للمواطن وبأسعار تصل تخفيضاتها إلى أكثر من 50% أو 60%. نذهب إلى تقرير حصاد القوات المسلحة ومنه إلى الفاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الرياضية أوفسايد. كبيرة تبذلها القوات المسلحة المصرية من أجل حفظ الأمن محليا وإقليميا ودوليا، جهود من بينها أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. وقامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتها التخصصية بتجهيز وتعبئة أكثر من 1.5 مليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60% ودفعها في المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وفي إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة، نظمت القوات المسلحة المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب، وتضمنت فعاليات المنتدى عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية شملت التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ والأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للإرهاب والأمن السبراني، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين. يأتي ذلك في ضوء مساعي القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات. واستمرار لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد. كما التقى في وقت سابق الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة. وتناول اللقاء أعداد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا البلدين. وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، مشيرا إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين. ومن جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في كافة المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار. يا مساء الورد والفل والياسمين على كل جمهور آخر النهار وفقرتنا الأسبوعية وأهم فقرة لأهم مباراة مصيرية لمنتخبنا الوطني. كابتن تامر مساء الورد. مساء الفل. عامل ايه؟ ولا الآن قلبي بيدق وبطني بتلعب وكل حاجة. المصريين كلهم اللي بيعشقوا الكورة واللي متابعينها من بعيد لبعيد. صحيح صحيح. خلاص ساعات وإن شاء الله هنقابل السنغال على أرضنا هنا لأهم مباراة مصيرية بين السنغال ومصر بعد وقت قليل قوي ما تقابلوا المنتخبين في نهائي كأس أمم إفريقية. ودي الصعوبة بالضبط، هو ده اللي أنا عايز أقوله لك.
في بس كده احساس يعني دايما انا اللي ببقى متشائمه وانت بتحاول تخليني اتفائل، بس المره دي انا ليه مطمنه رغم كل النظره التشاؤميه اللي بسمعها من الناس؟ لا 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 لا، هم لهم الافضليه، منتخب السنغال حرام ما يروحش كاس العالم، احنا ما فيش ولا لاعب، انا هقول الجمله اللي اتقالت لي يعني كده بالبلدي، فيش ولا بقى ولا لاعب يبل الريق غير احمد سيد زيزو ومحمد صلاح. لا يا جماعه لا في امل، لا مش الدرجه دي طبعا، لا النظره دي سوداويه قوي قوي قوي، ولا كمان لهجه ياس. لا بصي طبعا كل الدعم وكل التشجيع وكل المساندة لمنتخب مصر، وكلنا حلمنا باذن الله 100 110 مليون معلق على اقدام اللاعبين بكره ويوم الثلاثاء ان شاء الله في الماتش العوده في السنغال يا رب، وهنقدم الدعم اللامحدود طبعا لمنتخبنا من بكره لحد كمان يوم الثلاثاء ايا كان نتيجه بكره، احنا مع فرقتنا ومع منتخبنا كمان لحد يوم الثلاثاء باذن الله عشان ربنا يفرحنا فرحه كبيره باذن الله. اللهم امين. ال- 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 بعض الناس اللي مش متفائله قوي هسميها كده، بلاش اقول السوداويه او المتشائمه، يمكن بتبص لحسابات الورق اللي شافوه، الفروقات اللي شافوها في النهائي. لا غير النهائي كمان، انت في حاجه في الكوره اسمها حسابات ورق وحسابات ملعب. تمام. حسابات الورق للاسف بتميل لصالح السنغال، خلينا نبقى واقعيين ده بنسبه 90% كمان. لا لا مش الدرجات ما تزوديهاش قوي، اصل اللعيبه يعني كلهم بره في الدوريات الكبرى، بس في النهايه حسابات الورق خلينا نقول انها ايه بتميل لصالح السنغال على تمام. اساس ان هم مستواهم في الفتره الاخيره عالي، تمام، لاعبتهم فايقه وفايره واخدين جوائز ايه واخدين كاس الامم الافريقيه، تمام. فحسابات الورق لمصلحتهم. في حاجه تانية اسمها حسابات الملعب. يعني ايه حسابات الملعب؟ امتى اليوم ده الاوف داي بتاع الفرقه ولا مش فايق، ده حاجه. اه الحاجه الثانيه الارض والجمهور. اه طبعا ما ينفعش تشيلي من المعادله استاد القاهره اللي هو بعبع الافارقه وتشيلي من المعادله 60,000 اللي هيبقوا موجودين بكره في الاستاد، صح؟ اكيد. فيبقى دول حاجه هتطبب ان شاء الله كفتنا. اتنين زي ما انت قلتي حاله اللعيبه وقت الماتش، ممكن يبقى ساديو ماني ده، ساديو ماني ده مكسر الدنيا لحد امبارح، يجي بكره ما يبقاش موفق يوم ان شاء الله يا رب، يعني كلهم ان شاء الله يا رب لعيبه السنغال بكره ان شاء الله كلهم ما يبقوش موفقين. فده عنصر تاني. العنصر الثالث ودي اهم حاجه بقى، ايه هي؟ الروح القتاليه. اه طبعا الشراسه اللي شفناها في كاس امم، الروح القتاليه بتعوض كتير من النواحي الفنيه والمهاريه. اكيد. فلو الروح القتاليه بتاعتنا عاليه اعلى من لعيبه السنغال وكسبنا كل الالتحامات والكره المشتركه ده يصب في مصلحتنا. عشان كده بقول لك حسابات الملعب غير حسابات الورق. فاتمنى ان يا رب حسابات الملعب تنصفنا. طب ده بقى معناه ان احنا محتاجين كل دقيقه في التسعين دقيقه ان شاء الله بكره من الجمهور المتواجد جوه المدرجات. صح. ما نقعدش على الكرسي، ما نتفرجش، ما نتصورش، ما نعملش كل ده حلو اعملوه بس بعد المباراه ما تخلص. برافو عليك. طول التسعين دقيقه قطعوا نفسكم، سمعوا صوتكم للعيبه، اندهوا عليهم، قولوا عشان كل واحد فيهم لو هيضغط وفعلا تعب لا يضغط وياخد الكوره ويقطعها ويتمركز ويبقى مركز وعارف ان الجمهور في ال 60,000 الموجودين في المدرجات بيموتوا فعلا. مش انا حضرت في كاس امم افريقيا اللي كانت على ارضنا الحقيقه كان في جمهور، مش كله طبعا، في جمهور كان مولع الدنيا، لكن الجزء الاخر كان شبه كده جمهور التنس اللي هو بيسقف. لا مش للاسف، انا قلتها من يومين واتمنى انها تحصل بكره، حاجه هايله ان احنا عندنا 60,000 هيحضروا الماتش. احنا بقى لنا كتير قوي ما فيش الاعداد دي بتروح الاستادات. المفتاح، مفتاح النصر باذن الله ان يبقى عندنا بكره 60,000 مشجع مش 60,000 متفرج. الله، الفرق عظيم. انت مش راح تتفرجي، لو راح تتفرجي اقعدي في البيت بالظبط، اتفرجي على الشاشه التلفزيون وهاتي لب ونسكافيه وسوداني وتفرجي. صح. لكن اللي يروح الملعب والمنتخب مصر يروح يشجع، يقعد ويوفر طاقته لحد ما الحكم يصفر. اول ما الحكم يصفر بدايه المباراه بركان من التشجيع ومن الهتافات ومن المناصره ومن التأييد للعيبه زي ما انت قلت كده، عشان اللعيب اللي يريح لا يفوق، يفوق يلحق نفسه بسرعة. فهو ده الفرق ما بين التشجيع والفرجة. والفرجة فاحنا عايزين ان شاء الله 60,000 مشجع. طيب يعني نقول ان بكرة، شايف ان ماتش بكرة الافضلية لينا ارض وجمهور، يخلصوا اللعيبة بكرة ولا يلعبوا بقى على قصة 0-0 1-1؟ لا مفيش حاجة اسمها يخلصوا دي، لانه الفكرة اصل هناك برضو في جمهور وارض. صح، برافو عليك. فكرة ارضي وارضك دي كانت زمان ليها مفعول السحر قوي،
تمام. كان زمان وقت ما ابتدينا نتفرج على الكرة في السبعينات والثمانينات كانت مفعول السحر تلاقي مصر مثلا تبقى بتلعب على ارضها مع اي فريق مع السنغال تكسب هنا 4-0 خلاص كده ماتش تروح هناك تتغلب 3-0 او تتغلب 4 فكان الارض بتلعب مع جمهورها مع بلدها قوي دور كبير والتحكيم كمان كان طبعا بيتحيز لصالح اصحاب الارض. دلوقتي التحكيم تاثيره قل شويه عشان وجود الفار وبكره وماتش يوم الثلاث الاثنين فيهم فار ده رقم واحد. رقم اتنين الفروقات ما بين الفرق بقت قليله وملعب استاد القاهره ملعب ممتاز والملعب اللي هنلعب عليه في داكار ده ملعب لسه مفتتح من شهرين ملعب جديد ارضيته ممتازه. معنى كده ايه؟ انه الاستادين او الملعبين اللي هنلعب عليهم بتوع كوره بتوع كوره يعني هيساعدونا فالفروقات هتبقى قليله. عشان كده انا رايي انه اوعى الحماسه طبعا متهيألي كروش مدرب محترف وخبير وعنده الفكره دي اوعى الحماسه تاخدنا ان احنا نفتح الملعب على البحري ونهاجم بدون مش عارف ايه وعايزين نجيب الجوان وبتاع لان الجون اللي هيجيبه السنغال في ارضنا هنا هيزعلنا طبعا هيوجعنا. انا هدفي بره الارض الهدف انا بقول لك اهو انا هدفي او املي ان المباراه هنا اهم حاجه قبل ما اسجل ان ما يخشش فيها جون احافظ على شباكي ال 90 دقيقه اللي في القاهره الهدف الاول ان انا ما يخشش فيها جون عرفت اخطف جون او اتنين كرم كبير من عند ربنا بس الجون اللي هيجي هنا فينا هيوجعنا عشان لما نروح هناك نحاول بقى نخطف جون يوجعهم هدف بهدفين برافو عليك. فانا في رايي انه كيروش فاهم النظريه دي وهيلعب عليها بحرص. هو كيروش كمان عامل حاجه حلوه قوي بقى في المعسكر الصرامه والقوه وكانه جيش انا عاجبني قوي 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 الحقيقه اللي هو عامله طبعا. ما بيسمحش لحد يدخل وطبعا الناس اللي عايزه تتصور مع صلاح اكيد كلنا عايزين نتصور مع صلاح مش هنظلمهم هم اكيد عندهم الرغبه زي طبيعي. ما عندنا طبيعي فعامل لهم كده حاله صفاء ذهني حلوه قوي وسمعنا انه بيقعد مع اللعيبه كل خط لوحده الدفاع لوحده الوسط لوحده ويتكلم معاهم وازاي تعمل ايه. تاني حاجه بقى ماتش السنغال ومصر ما اتقابلنا في نهائي كاس امم افريقيه كنا احنا اساسا طالع عينينا لاعبين ماتش زياده اساسا باشواط اضافيه وركلات ترجيح وقدرنا نوصل لنهائي. السنغال كانت مريحه وبوركينا فاسو كان الفريق الوحيد اللي لاعب السنغال كوره وطبعا مصر. فهنا احنا الحمد لله شويه عندنا مش عارفه انا حاسه باستقرار الحقيقه انا مش عارفه دايما متشائمه بس المره دي حاسه باستقرار. بالعكس بالعكس دي حاجه حلوه طبعا ظروفنا المره دي قلتيها دي تصب شويه في مصلحتنا ان احنا لعبناهم في كاس الامم واحنا خلصانين لياقه بدنيه صفر بعد الاربع اكسترا تايمز اللي لعبناهم فطبيعي جدا 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 ان احنا كنا بالكاد اللعيبه واقفه على رجليها يعني بالظبط. دي مختلفه ان اللعيبه هتلعب بكره ان شاء الله وهي مريحه على الاقل 4-5 ايام اهو بشكل كويس وبعض اللعيبه كمان كانت مريحه من قبل الاربع خمس ايام فدي افضليه. لكن زي ما بقول لك الرك المفتاح وقت ما الحكم يصفر حالتك هتبقى عامله ازاي وحالتهم عامله ازاي وطبعا توفيق ربنا اولا قبل كل شيء ثم التكتيك اللي عامله كل مدرب هيساعد فريقه بشكل عامل ازاي. طب نروح بقى للتكتيك فعلا. اول ما شفت القايمه زيك زي كل المصريين كل قايمه بيعملها كيروش كاس العرب كاس الامم الافريقيه لا ازاي ما جابش اللاعب ده ازاي ما ضمش اللاعب ده وازاي ما استبعدش اللاعب ده هو تاني جاب لنا اللاعب ده. هل انت يعني اخدت على كده فقلت ده العادي بتاع كيروش ان هو كل مره يفاجئني بحاجه ولا برضو فضلت تعترض زي الناس كتير ما تعترض بعد اعلان القايمه؟ لا انا فكره اولا الاعتراض دي انا رافضها لانه ليس من حق احد ان يعترض. احنا كجمهور من حقنا ان احنا نبدي ملاحظاتنا نقول والله كذا كان نفسنا فلان يجي الفلان ده مستواه مش جامد قوي اليومين دول كان ممكن ما يخش لكن نعترض لا لانه هو صاحب القرار اكيد وهو اللي هيتحمل الايه المسؤوليه لنا ولا انت ولا اي حد هو صاحب القرار وهو اللي هيدير الليله وهو اللي سواء كان حلو او وحش لا قدر الله مظبوط. فالاعتراض مش من حقنا لكن انا هقول لك ملاحظاتي زي اي مواطن شاف القايمه تمام. انا كان عندي استغراب وحيد وما زال الاستغراب ده قائم لحد النهارده. مين هو؟ أفشة. انه ضم أفشة؟ ليه؟ برافو عليك ده ما عبد الله السعيد خلاص اعتزل دولي. برافو عليك. كيروش وفقا للي انا شايفه واللي انا شفته واللي انا راقبته في كاس العرب وكاس الامم الافريقيه تمام مش مقتنع بمركز صانع الالعاب حسب خطته 4 3 3 مش مقتنع بيها تمام حلو يعني مش دي اولوياته وجربها كذا مره وما مشيتش
وكان بيرجع عنها بسرعه بسرعه صح مظبوط. وفي كاس الامم ما خدش قفشه خالص, ولما خد عبد الله السعيد تقريبا كان استعانته بيه هي غينيا بيساو اضيق الحدود بالظبط, هما مباراتين بس بقول لك في اضيق الحدود, وكان بيلعبه بناء على الضغط حتى الاعلاني على ولا كان بيلعب على الطرف كمان بمهام هجوميه لما يعني لما كان في اداء وحش قوي في الماتشين الاولانيين وبتاع لك ايه ننزله وبالدليل المباراه المصيريه المهمه اللي في المغرب وكوت ديفوار ما نزلش ما لمسهاش انا نسيت ان هو كان موجود اصلا بدليل حتى الاكسترا تايم, وعبد الله السعيد المفروض ان هو بيجيد ضربات الجزاء يعني لما كنا مقبلين على ضربات الجزاء المفروض ما ما بقول لك مش موجود والله في مباراه الكاميرون انا كنت بسال نفسي هو فين عبد الله السعيد انا مش شايفاه حتى انا بقول لك هو مش معتبر انه موجود على الدكه تمام. وعلى فكره ده واحد من الاسباب اللي خلت عبد الله السعيد يعتزل دوليا ده السبب ده مش ضغط الجمهور جمهور مين او السن هو ما هو السن بس عبد الله كان قال لك لو استدعيت في المعظم بس اللي حصل معاه قال لك الراجل ده انا مش في حساباته طب وانا ههين نفسي ليه بقى ما بيدي لا بيدي عمر انا اعتزل دوليا بدل ما يطلع القايمه بتاعه الماتشات بتاعه السنغال واسمي مش فيها فيبقى شكلي وحش وعلى فكره دي قرار ذكي قرار لو انا مكانه اخد نفس القرار يعني قفشه يعمل نفس اللي عمله لا 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 قصه لا قفشه لسه صغير اكيد لا ما اقصدش طبعا اكيد انا بس قرار. رحت على حته نقطه اعتراضك على حته قفشه واستغرابك لا لا اعتراضي بقى على مش اعتراضي استغرابي على قفشه انه طب انت يا كيروش مش مقتنع بالمركز ده سيبك من الاسماء تمام سيبك من عبد الله السعيد ولا تامر ولا اي حد تمام انت كيروش مش معتمد على المركز ده مش مقتنع بيه حلو ووريتنا ده في كاس العرب ووريتنا ده في كاس الامم الافريقيه مظبوط طب واخد قفشه ليه وهما ماتشين يعني مش بطوله بقى طويله سبع ثمان ماتشات زي بتاع هما ماتشين ف مش عارف هل ده ضغط جمهور الناس قالت لك قفشه وكان متالق الفتره اللي فاتت ومش عارف ايه فبالتالي لازم اخده واخده مش هتلعبه برده لا في الماتش ده في الماتش ده طب اذا كنت مقتنع لا انه يمكن تستفيد بالمركز ده يبقى انت واخده لوحده من غير بديل كان لازم تاخد معاه حد تبدل فيهم لان ما ينفعش بقى انا عندي تفسير عندي تفسير ايه هو ممكن يكون اليو سي سي لما لعبنا في نهائي وشاف كيروش لعب السنغال والثغرات التكتيكيه اللي عند السنغال احتمال يكون عدل تجربته او عدل فكرته اللي بيستخدمها والكره اللي بيستخدمها بالنسبه لخطته وبالتالي بناء على التعديل ده هو يحتاج قفشه يعني ده اللي هنشوفه طبعا بكره ان شاء الله في المباراه طب لو نظريتك صح كان خد محمد شريف ما هو نرجع لحته محمد شريف راجل ما بينزلش يدافع لا محمد لا. شريف عايز مساحات وابعتوا له الكوره شوطوا على شريف وشريف انا 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 المباراتين مهام وتوظيف اللعيبه فيهم مختلف يعني في بعض الاحيان مش هبقى عايز راس الحربه يدافع لما اكون بضغط وعايز اجيب جون او بلعب على المرتدات مش عايز ساعتها راس الحربه يدافع بالعكس ده انا عايز واحد زي قفشه في المرتده يقف على الكوره ويقوم مطلع شريف انفراد مصطفى محمد ما بيعرفش يعملها مروان حمدي ما بيعرفش يعملها الراسين الحربه اللي هو مختارهم هو مختار عواميد تقالات مروان حمدي وكذا اللي بيعرف يلعبه قفشه شريف ما يعرفش يلعب مصطفى محمد بنشوف الكيمياء اللي بينهم في ماتشات الاهلي ما هي القصه في كده السروهات والبساط واللعب ما بين الخطوط مش بتاعه مصطفى محمد يبقى بنظلمه مصطفى محمد هجام يعني ايه فايتر ويخش في الالتحامات وطبعا هو استاذ في الكره الهوائيه قفشه مالوش في دي صح فعشان كده بقول لك لو هو هيعتمد على قفشه كبصير وصانع لعب كان خد معاه قفشه كان خد معاه شريف محمد شريف خصوصا ان شريف كان متالق الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا هو تقريبا جايب اهداف الاهلي كلها سواء في الدوري او في افريقيا طب كده نروح لكلام الناس انه فعلا مش مقتنع اساسا بشريف ما انا مش عايق انا بقول لك عشان كده انت سالتيني ايه علامه الاستفهام قفشه كل القايمه بالنسبه لي تمام وكنت متوقع انه لا ياخد لا قفشه ولا شريف بناء على فكره القديم فاستغربت بس انه حط قفشه فليه وهتوظفه ازاي ولا حطه بس عشان يبقى اسمك خدت حد من الاثنين لعيبه اللي الجمهور بيضغط عليك مش عارف لكن في كل الاحوال كل الدعم والمسانده ويا رب اكيد طبعا يا رب قفشه يبقى هو السبب في ان احنا نوصل او مصطفى محمد او كوره من اي حد ان شاء الله من وائل جمعه بره الدكه انا موافقه اي حاجه طيب احنا هنسيب برضو يعني احنا في ظل الملاحظات اللي قلت عليها احنا ملناش حق الاعتراض لكن بنقول ملاحظاتنا لا بنتناقش حقنا بنتناقش طبعا طيب من ضمن برضو اللعيبه اللي 90% زملكاويه واهلاويه
احمد عبد القادر فين؟ احمد عبد القادر تألق زي يعني بالظبط زي شريف الفتره دي. بس بيني وبينك لا بيني وبينك أيوة بصي، انا بقى عايز اعرف لا ليه. لا عشان انا رايي انه البدني مثلا، مش البدني، النفسي. الخبرات الدوليه لسه قليله قوي عند عبد القادر، وبعدين خد بالك عبد القادر برضه. طب ما هو محمد عبد المنعم دخل وكانت خبراته قليله وكسر الدنيا. لا عبد المنعم، لا عبد المنعم دخل اضطرارا. ايوه بس كسر الدنيا اقصد يعني. اضطرارا اضطرارا يعني ايه؟ يعني ما عنديش غيره. يعني لو انا مكان كيروش وكان عندي بدائل ما كنتش اعتمدت عليه. بس بسبب الدروب اللي حصل لي، يعني تفتكري في كاس العرب لما حجازي اتصاب لعب احمد ياسين اللي هو لاعب البنك الاهلي. ايوه في كاس العرب. فكان بيجرب وبتاع، لما حصل برضو الدروب في كاس الامم لعب عبد المنعم فتالق تالق لافت للنظر. سبحان الله. فخلاص حجز مركزه. لكن مش فكره ان انا بايدي حطه في الملعب. وانا لسه في الواسعه يعني، وانا لسه مرتاح. هنا قدام هو عنده اختيارات كتير. احمد عبد القادر بيلعب ايه؟ جناح شمال. جناح شمال صح. هو عنده في الجناح الشمال ده حتى بعد اصابه رمضان صبحي عنده مرموش. عنده مرموش هو مقتنع بيه اساسي. وعنده تريزيجيه. فقال لك مش هيشوفها. ثالثا خبراته الدوليه اقل من ان انا احط عليه ضغط ال 100 مليون في مباراه بصيره زي دي. والحقيقه انا اتفق في دي شويه. يعني انت شوية. متفق معاه شويه بالنسبه شوية. يعني انت متخيل ان لو عبد القادر ومرموش وتريزيجيه موجودين هتتضايق مين؟ اكيد يا تريزيجيه مرموش صح. اكيد. ويوم ما حد منهم يقع او هتدفع بالتاني الاحتياطي بتاعه بالظبط. عبد القادر هتبقى فرصته صعبه في رايي يعني. في رايي رغم طبعا ان هو مستقبل منتخب مصر. انا بقول لك عبد القادر مستقبل منتخب مصر بس لما ياخد خبره دوليه. هو انا بشوف كمان تريزيجيه لو يعني في الجناح الشمال ليه؟ عشان الكيمياء اللي بينه وبين صلاح. بحس اللي بينه وبين صلاح في كيمياء حلوه وبيفهموا يعني. لو تريزيجيه عرضه له او صلاح او العكس تماما معرفش الكره بتيجي معاهم. مش عارف. لا مش بتيجي معاهم. انت قلتي فعلا في لغه حوار بينهم صح وفي فهم لبعض. والترجم ده الدليل بتاعه الهدف الثاني لينا في ماتش المغرب. الكره اللي رقص فيها صلاح وطلع وحطها لتريزيجيه. لو تريزيجيه مش عارف صلاح هيعمل ايه ما كانش جري وعمل السبرنت ده. ايوه. فده الفهم اللي بينهم يعني. تفتكر الفتره اللي فاتت كانت كافيه من نهائي كاس امم افريقيه لحد ان شاء الله بكره، كانت فتره كافيه لكارلوس كيروش ان هو يعالج اي اخطاء، يعدل اي حاجه في الخطه؟ بص ولا احنا عشان نبقى امناء. انت عندك ميزه قويه جدا وعندك عيب كبير جدا. ايه الميزه الاول؟ الميزه هو العمل الجماعي الدفاعي الممتاز. كيروش نجح انه يحفظ لعيبه منتخب مصر من اول راس الحربه لحد الشناوي. الدفاع بمجموعه كمجموعه مش فردي، والتغطيه والتقفيل والضغط الجماعي اللي بيخنق الفرق اللي قدامك. لحمك في لحم اخوك من الاخر. كويس صح. يخنق الفرق اللي قدامك ويقلل فرص وصولهم الى المرمى. دي نقطه قوتنا. دي نقطه ايه؟ قوتنا. بدليل ان احنا مباريات المهمة اللي احنا لعبناها في كاس الامم، كاميرون، مغرب، كوت ديفوار، ثم السنغال، ما دخلش فينا غير جون واحد. كوت ديفوار ما عرفتش تسجل فينا. بالظبط. المغرب سجلوا هدف من ايه؟ من ضربة جزاء. من ضربة جزاء ايمن اشرف. كاميرون 0-0. كاميرون 0-0 ورحنا بقى لكاس السنغال 0-0. ضربة جزاء في اول المباراة صدهب وجبل 0-0 ما سجلتش فيكي. يبقى في اربع ماتشات مع اعتى الفرق الافريقية بتكلمي على هجوم ناري، المغرب وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون، ما احرزوش فيكي غير هدف واحد وبضربه جزاء بخطا من ايمن اشرف زي ما قلتي. تمام. يبقى ده معناه ايه؟ ان انت عندك صلابه دفاعيه ممتازه قويه، عندك تكتيك دفاعي جماعي ممتاز، وعندك حراسه مرمى قويه. دي حاجه تفرح جدا. تعال نروح للعيب بقى. العيب هو نقل الهجوم. الخروج بالكره سيء في منتخب مصر. سيء. الخروج بالكرة سيء. انت بتنقلي نقلتين ما بين الاتنين استوبارات، ثم بسبب عدم التواصل وعدم التسليم والتسلم الكويس من لعيبة نص الملعب بتضطري تلعبي طويل. انا مش هقولها انها عيب عشان حاجة واحدة. لا عيب. لا هكمل بس حاجة واحدة. ماشي انا معاك. انا والله انا عارفة انه عيب، بس ليه العيب ده خارج عن ارادتي؟ انا مغيره خط الدفاع اساسا في كاس امم يعني. الحمد لله صح. ان مش بس هنا خدي بالك الرك مش على خط الدفاع. هنا الرك وانا مش عايز احمله مسؤوليه قوي بس ربنا ينفخ خسارتهم بكره يا رب. خط الوسط
لازم السولية وحمدي فتحي والنني يستلموا كورة ويطلعوها صح. حط لي التشكيلة بسرعة كده. لازم يستلموا. الكروش هيلعب بنفس التشكيلة اللي شفتيها آخر ماتش في السنغال. يعني عمر جابر مثلا هيبدأ بعمر كمال عبد الواحد، مش هياخد عمر جابر. التشكيلة اللي شفتيها ماتش السنغال بعدة طبعا اسمه ايه كمال عبد الواحد هيرجع. والشناوي طبعا هيرجع مكان ابو جبل. غير كده هما ابو الشناوي هتلاقي محمد عبد المنعم والونش فتوح وعمر كمال عبد الواحد النني حمدي فتحي السولية أيوة. صلاح مصطفى محمد مرموش. مرموش مش تريزيجيه. مرموش. احمد سيد زيزو على الدكة. احمد سيد زيزو على الدكة وتريزيجيه على الدكة وهم دول التغييرين الاول والتاني ورا بعض. طيب الا لو حصل والله انا عماله بتكلم الله. وانا مش قادره اصدق ان احنا بكره المباراه. لا بكره ان شاء الله الفرحه مش المباراه. التصنيف الاول والثاني اللي كنا بنحسبهم من شهرين خلاص بكره ان شاء الله المباريات كلها مواعيدها 7 والساعه 9 ونص. في مباراه الساعه 5 تصحينا 9 ونص. باقي المباريات بقى قول لي كده توقعاتك سريعا، يعني مين اللي هيصعد؟ الجزائر الجزائر هتصعد رغم قوه الكاميرون، بس الجزائر هتصعد والمغرب هتصعد والمغرب. وتونس هتصعد. انت بقى انا مش بقول لك العروبه، انا بقول لك توقعاتك. لا انا بقول لك اللي هيحصل ان شاء الله. الكونغو الكونغو ورخامه الدفاع بتاع كوبر ربنا يوفقك. المغرب هتصعد. انا مش بدربه. المغرب هتصعد، تونس هتصعد، الجزائر هتصعد، ونيجيريا هتصعد. ده كاس العالم ولا كاس العرب ده؟ وليه نيجيريا هتصعد على حساب غانا. ويا رب يا رب يا رب خامسهم يبقى مصر يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب ان شاء الله. انا بقول لك انا بتفائل بيك، فالحمد لله ان الليلادي يعني بنتكلم، وبكره ان شاء الله المباراه. ان شاء الله بكره باذن الله الساعه 11:30 بالليل مصر كلها هتكون فرحانه باذن الله. اللهم امين يا رب يا رب. شكرا شرفت ونورت. الاسبوع الجاي ان شاء الله نلتقي بعد ما يكون الماتشين خلصوا يا رب، ويا رب نكون بنهني بعض بيه الوصول لقطر ان شاء الله. انا بالنسبه لي يلعب بمين فين يلعب ان شاء الله يلعب بالخطه تفرق. ايه انا عايزه كله لو عارف شعار جمهور الثالثه يمين وشمال العب برجوله موت على الكوره، هو ده اللي احنا عايزينه بكره ان شاء الله. عشان اطمنك واطمن كل الناس اللي ربنا رايده يا رب هيكون، واحنا لإرادة الله يسلمون. الحمد لله. نورت يا جميل. شكرا. الجميع ينتظر مباراة مصر والسنغال ويتردد على ألسنتهم سؤال واحد، هل يطأر الفراعنة بعد ثلاث هزائم؟ قام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 من مارس في السنغال، واصطدم المنتخبان في 14 مواجهة سابقة شهدت تفوق للفراعنة، حيث فازت مصر في 7 مباريات بينما حققت السنغال الفوز في 4 مواجهات مقابل التعادل في 3 مناسبات، وسجل لاعب منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال بينما أحرز أسود التيرانجا 8 أهداف. فالمواجهات الثلاث الأخيرة جاءوا بشكل سلبي لمصر، حيث ودع المنتخب تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015 من السنغال في موقعتي الجمعة والثلاثاء، كما يسعى المنتخب للثأر من خسارة. وشارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 1934 و1990 بإيطاليا، بالإضافة إلى النسخة الماضية التي أقيمت بروسيا عام 2018، ولم يتجاوز دور المجموعات بعد الخروج بلا أي نقطة. تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليون و150 ألف يورو، في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 161 مليون و250 ألف يورو. فاز المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية 7 مرات من قبل، وهو البطل التاريخي للبطولة، لكنه ليس من أكثر منتخبات القارة السمراء شراكة في المونديال، حيث شارك الفراعنة في كأس العالم 3 مرات فقط، وكانت الأولى في النسخة الثانية في 1934 والثانية نسخة 1990 والأخيرة في مونديال روسيا 2018. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجرا لمقر أكاديمية الشرطة.
رافقه خلالها السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قادة وزارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس حرص على متابعة برامج تدريب طلبة وطالبات كلية الشرطة مهاريا وبدنيا، مشاركا الطلبة في الأنشطة الصباحية. وضع استعداد لتدريبات القوة البدنية. السلام عليكم. كل عام وانتم طيبين. ابدا كلامي بان انا اهني الدفعه اللي موجوده، وان انا افتكر النهارده هيكون اخر يوم ليها في التدريب المركز بتاعها، واتمنى لهم كل التوفيق. وطبعا امر عظيم قوي ان في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير قوي في حياه يعني الطلبه الجدد، وده امر متهيألي احنا محتاجين ان احنا نبص عليه كويس. شوفوا قد ايه بالتركيز وبالانضباط وبالالتزام نقدر نحقق تقدم في مدة زمنية مش كبيرة. 3 شهور مش كتير قوي على التغيير الكبير اللي بيتم في حياة الطلبة والطالبات اللي بيتقدموا للكلية وبيبقوا موجودين معانا. انا بهنيهم وبشكرهم، وبشكركم انتم كمان اللي هم الطلبة الأقدم على الجهد اللي انتم عملتوه معاهم خلال الفترة ديت، وعلى الجهد اللي انتم بتعملوه أثناء وجودكم في الكلية وبعد كده. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كده بنأكد على معاني كبيرة قوي قوي، معاني التضحية ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا وحماية أمنها القومي وسلامتها، سلامة الدولة من كل شر أو كل مكر بيحاط بها. يعني بنقدم تضحيات مفيش كلام، لأن مفيش أبدا مهمة إلا ما تبقى المهمة دي محاطة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق منا كل ده. وبالمناسبة ما هو ده الكلام اللي احنا دايما بنكرره وبنقوله، بنقول ان هو اللي بيقوم بالدور ده مين؟ ما هي أسر مصرية بتقدم أبنائها وبناتها، وهي عارفة كويس ان التقديم ده قد يترتب عنه تضحية كبيرة قوي، لكن من أجل الوطن ومن أجل الدولة ومن أجل الاستقرار الناس بتقدم ده. كل المصريين، أنا بتكلم مش بتكلم على حد بعينه، كل الأبناء اللي موجودين هنا، الطلبة اللي موجودين هنا، الطالبات اللي موجودين هنا، هم عبارة عن أبناء أسر مصرية عادية خالص. ونستمر في تدريبنا وفي تعلمنا أثناء وجودنا هنا، ودي الفترة اللي احنا بنجهز فيها نفسنا عشان بعد كده لما نخرج للحياة العامة في التعامل مع المواطنين ومع تحديات الأمن نتعامل معها بكفاءة بالمتطلبات اللازمة لها. مش هوصيكم أبدا على أن أنتم دايما تبقوا في أعلى درجات الكفاءة وأعلى درجات الجدية وأعلى درجات الفهم وأعلى درجات التعلم والتعليم. مفيش حاجة أبدا بتتحقق إلا بأن احنا نبقى نأخذ بنصيحة التعليم والتدريب ونستمر على ذلك، بمعنى ان مش معقول ابدا ان احنا نبقى حالتنا وكفاءتنا جوه الكلية كويسة قوي، الا كمان مهم قوي ان احنا نستمر على ده ان شاء الله بعد التخرج. يعني مش عايز اكرر الكلام اللي انا قلته امبارح واطمن الناس على من خلالكم يعني على ان احنا ما عندناش ان شاء الله اي مشكلة في حاجة. طبعا في ازمة كبيرة زي ما قلت وكلنا عارفين وشايفين بتمر بالعالم كله، ولها تأثيرات كبيرة جدا علينا كلنا، مش على مصر بس، على العالم كله، في حاجات كتير قوي، في الطاقة، في سلاسل الامداد
في يعني حالة استقرار للأسواق الأسعار، كل ده ليه تأثيرات كبيرة. لكن احنا الحمد لله رب العالمين، يعني عايز اقول بنحاول ان يكون تأثيراتها في الحد الأدنى ما أمكن، ونتمنى ان الأزمة دي تنتهي بسرعة، عشان حتى يعني احنا خرجنا من أزمة كورونا ودخلنا في الأزمة ديت، وده أكتر من سنتين وشوية، يعني احنا دخلنا على السنة الثالثة، وده عبء كبير جدا جدا على أي اقتصاد في العالم، مش على الاقتصادات الناشئة بس. فلكن الرسالة المهمة في الموضوع ان الأمور الحمد لله رب العالمين ما عندناش أي مشكلة يعني فيما يخص السلع الأساسية وحاجات الناس بشكل مستقر وآمن لشهور طويلة قادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأزمة دي انتهت وما تطولش أكتر من كده. ودايما أقول لينا في المناسبات اللي زي كده، أرجو إن احنا تعاملنا مع بعضنا البعض يتسم بالجدية والاحترام المتبادل والالتزام. واسمحوا لي أقول لكم إن عمر ما كان الانضباط أبدا هو شكل من أشكال القهر، لا، هو شكل من أشكال الاحترام والقناعة بأهمية الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والأهداف اللي احنا بنبقى بنعمل من أجلها. مش عايز أطيل عليكم عشان عارف إن في يوم طويل النهاردة وفي أنشطة كتير هتتعمل، لكن خلوني إن أنا أقول لكم مرة تانية بمناسبة شهر رمضان، ليكم ولكل المصريين كل عام وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا، كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا. حيث تابع السيد الرئيس تدريبات الطلبة والطالبات ومراحل الإعداد البدني. تقول لي حاجة؟ هيكون حاجة خاصة بالمنصورة يا فندم بلدي. منصورة. المنصورة يا فندم فيها الكثافة السكانية عالية والأحجام المرورية زايدة جدا يا فندم، وقت خروج الموظفين بتكون الوضع لا يطاق في المنصورة، مفيش أي يا فندم يعني شوارع جانبية أو أي تحويلات مرورية يا فندم، فالوضع بيكون مزدحم جدا. طب أنا هقول لك على حاجة، وكلامي مش تبرير، كلامي إيه؟ مش تبرير. إحنا عملنا أفتكر طريق المنصورة الجديد، عمل الضفة الشرقية اللي على الترع هناك، اللي هو من المنصورة لغاية 50 كيلو الأولين دول، صح كده؟ وشغالين في 50 كيلو التانيين، صح كده؟ كويس. احنا عاملين حسابنا ان احنا مع مبادرة الحياة كريمة ندخل على جوه المحافظات وجوه القرى وجوه المراكز، واحنا بنرفع الكفاءة، بنعمل تبطين الترعة وبعدين نحط الصرف الصحي وبعدين نشوف الكهرباء والغاز وبعدين ايه نعمل سفلتة للطرق الداخلية. ولكن عايز اقولك ايه، وده مش مبرر، يعني ان حجم النمو اللي حصل في اسراء خلال الخمسين سنة اللي فاتوا اكبر من طاقة وكتلة المساحة الارض المتاحة. احنا المصريين عايشين على مساحة أرض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد سكاننا. أنت بتتكلم من أسوان لإسكندرية، عبارة عن كتلة عرضها ما يزيدش عن 10-15 كيلو بطول الألف كيلو، ما يزيدش عن كده. وبالتالي أنتم حاسين إن الأرض مش سايعاكم. الأرض مش سايعاكم لأن إحنا كنا المفروض يعني نتمدد وننمو ونعيش على كامل الإيه؟ المليون كيلو. اللي احنا فيهم اللي ايه؟ احنا مش عايشين على المليون كيلو،
احنا يمكن عايشين على 50-60 ألف كيلومتر مربع بس. فانت بتشوفي الحكايه ازاي؟ بتشوفيها ان انت مش عارفه تعيشي، مش عارفه تمشي. لكن انت مش عارفه تمشي عشان هنا مش بدافع عن الدوله ولا حاجه، انا بدافع عن الحاله، عن الفهم. عن ايه؟ الفهم اللي هو احنا محتاجين. طب اجي اقول لك انت لي انا جت على اسراء، انا عايز اقعد مع اهلي، اكلم حد تاني يقول لي لا احنا عايزين كلنا نبقى موجودين. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه. انتوا قاعدين على الاراضي الزراعيه تبنوا عليها لدرجه ان ما بقاش في مكان للزراعه بالطريقه ديت. طب وبعدين انتوا لازم نخرج بره في المدن الجديده اللي احنا بنعملها. بنعملها عشان ايه؟ عشان نخرج كتله سكانيه كبيره من المكان اللي موجود فيه في المنصوره والشرقيه. ما انت هتجد في الفيوم، في المنوفيه على سبيل المثال، الارض غاليه جدا والمساكن غاليه جدا. ليه؟ لان حجم الطلب اكبر من المعروض، لان مفيش ارض، مفيش ايه، ونضطر ان احنا نعمل على الاراضي الزراعيه. ليه؟ لان انا عايز الناس تعرف. لما سالت السؤال ده، الكلام ده ما ينطبقش بس على المنصوره بالمناسبه يا اسراء، الكلام ده ينطبق على محافظات كتير. طب ما القاهره هنا، القاهره كانت مصممه على انها تشيل 4 مليون. كام؟ 4 مليون، واللي عايش عليها كام؟ ملايين من الناس. القضيه اللي موجوده عندنا اللي ان احنا لازم نفهمها كلنا، ان احنا لازم نتغير. لكن لو احنا كلنا مصممين ان احنا نعيش في المنصوره او في المنوفيه او في الشرقيه مع اهالينا، طب ما هتبقى الدنيا كده. بتشتكي من الباعه ليه؟ طيب انا هسالك سؤال، وبالمناسبه انا مش مع ان يبقى في باعه جالين في الشارع كده، لا لا مش مع ده. لكن هسالك سؤال، تفتكر كم عدد الباعه الجائلين الموجودين في مصر؟ مليون يا فندم. اكتر. دول عباره عن ايه؟ بطاله. برافو عليك. مفيش فقر، يعني موافق. فرص عمل مش متاحه، فالناس قايل بيجيب عربيه يقف فيها يعمل له 70-80 جنيه كل يوم وخلاص. طب ما هيعمل ايه؟ ما هو ايه؟ هيعمل ايه الانسان ده؟ ده مش بس في المنصور، في كل حته في مصر. واكتر من مليون، ممكن يبقوا 2 مليون كمان. ال 2 مليون دول المفروض كان ليهم اشغال ويشتغلوا. طب ما اشتغلوش ليه يا اسراء؟ مفيش فرص عمل. مفيش فرص عمل، طب ليه ما عندهمش فرص عمل يا اسراء؟ عشان الكثافة السكانية عالية فهم. عشان عدد السكان ده كتير. عدد ايه؟ السكان كتير. السكان كتير. وعشان كده دايما هنا بنقول ان احنا فرصتنا في المنشآت التعليمية اللي هي الداخلية دي فرصة ان انتم تتعلموا كويس قوي وتعيد صياغة افكاركم عشان الكلام ده ينتشر بينكم اولا، ثم بعد كده لما تخرجوا مع اسركم والمحيطين بيكم يتأثروا بيكم، يلاقوا فيه نموذج مختلف. مختلف مش الاختلاف عشان نبقى مختلفين، مختلف جيد، مختلف منظم، مختلف مترتب، مختلف منضبط، مختلف بيفكر واعي. انا عشان احل مساله في الباقه الجائلين في القاهره هنا، عايز اعمل محلات كتير 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 وباسعار معقوله عشان الناس تقف فيها. ما عندي خيار من اتنين، يا تاخديهم وتمشيهم بعيد، الناس دي تاكل ازاي؟ تاكل ازاي؟ بس انا عايز اقول لك انا كمان في النهايه، لو انت النهارده قلت ان 2 مليون دول ما لهمش مكان ويلا امشي من هنا، وبعدين محدش يعمل كده، محدش يحل المساله بان هو ايه يقول لك الامن يتصرف. احنا نتصرف. انا كمحافظ اتصرف، اشوف اماكن فاضيه جوه المحافظه واجهزها محلات بسعر مناسب. بسعر ايه؟ مناسب. واجيب الناس دي تقف فيها وارقيها واطورها. دول اهلنا. دول ايه؟ هديكي مثال، وانا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر اسكندريه الصحراوي. كان ايه؟ بنطوره. فجم المسؤولين عن الطريق بياخدوا مني تصديق ان هم يخلوا الباعه الجائلين. اعمل لي محلات. قلت له ايوه اعمل محلات، وخد الناس الباعه الجائلين دول حطهم في المحلات. مش كده اللي حصل؟ لو انت رحت على الباعه الجائلين دلوقتي اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده اللي على اليمين والشمال دول، هتلاقيهم ان هم كانوا موجودين في الاول واقفين اي حاجه كده يعني. لازم نرقي نفسنا ونغير حياة الناس بفكر. لكن الأول ما نجيش نقول إيه؟ طب أوديهم فين؟ طب الناس دي تروح بيوتها إزاي يا بنتي؟
الناس تروح بيوتها ازاي؟ احنا عايزين نحل المساله كده، نغسل ايدينا بسرعه. لا لا لا، انتوا لازم تبذلوا جهد وتشقوا، مش حضرتك. احنا كمحافظ، احنا كمحليات، احنا كمسؤولين موجودين جوه المحافظه ندور على اماكن نحط. انا حطيت عملت تحت الكباري محلات. ليه؟ بزود حجم المعروض. بزود ايه؟ حجم المعروض. وبدل ما الكوبري يبقى شكله من تحت منه مش لطيف، بقى في تحت محل لطيف، والناس قاعد حد فيه يبيع ويشتري ياكل عيش ويبقى المنظر مختلف. مش فكره. لكن احنا النهارده انا بتكلم بس على حته الطرق، وبنتكلم على حته الباعة الجايلين، وبنتكلم على الزحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ما تبصوش للموضوع اللي انتوا شايفينه ده على ان ده قصور من الدوله. لا لا، دي حاله مصريه، دي ايه؟ حاله بلدنا. ازاي نحلها؟ مش انا لوحدي ولا الداخليه لوحدها ولا المحافظ لوحده، كلنا قلبنا على قلب بعض. الغلبان ده في رقبتي ورقبتك يا اسراء. الغلبان اللي بنتكلم عليه ده ايه؟ امال ايه؟ ولو احنا ما كناش كده احنا ربنا حاسبنا يا بنتي. ربنا ايه؟ امال ايه؟ ازاي النهارده اقول عندي 2 مليون بائع جايل؟ يعني 2 مليون اسره يا بنتي. طب حد مش موافقني من الشابات اللي موجوده؟ اتفضلي. حضرتك بتعامل الانسان كبني ادم، عشان كده الناس كلها بتحب حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي ما اتعاملتش بالقوه ان انا هشيل الناس دي مش من هنا، لا حضرتك فكرت فيه الاول كبني ادم قبل ما نفكر في الحل، وده في حد ذاته حاجه يعني تدل ان احنا تحت قياده عظيمه بجد. احنا مع بعض يا فندم هنقدر نتطور من الموضوع، وان احنا نقدر مع بعض كشباب وكاسر وككل ان احنا نحسن من صوره البلد، وفي الوقت نفسه نحافظ على البني ادم اللي موجود يا فندم. البني ادم ده مش لوحده اللي احنا بنتكلم عليه ده. وبالمناسبه في ناس كتير قوي، الامور دي كلها محتاجه مننا كلنا وعي ورفق. وايه رفق بالناس؟ وده اللي شغاله عليه كليه الشرطه هنا يا فندم. هي شغاله علينا كفكر الاول، وبالتالي كبدنيا، بحيث ان احنا نطلع. هي بتخرج اجيال تعرف تتعامل مع الوضع ده ازاي، وتعرف ان هي تفكر بفكر حديث بفكر سيادتك ده يا فندم. بفكرنا كلنا. ايه تاني؟ طالبة ضابطة أميرة السيد يا فندم، بكالوريوس علاج طبيعي امتياز مع مرتبة الشرف يا فندم. ما شاء الله. أنا حابة أشكر حضرتك على تشريفك لنا يا فندم في كلية الشرطة. ثانيا يا فندم، أنا حابة أشكر انضمامنا لكلية الشرطة يا فندم من خلال الوزارة، إن هي اختارت أفضل العناصر النسائية. ثانيا يا فندم، حابة أشكر كلية الشرطة على الانضباط اللي هي وصلتنا فيه في اليوم 87 يا فندم. وصلتنا لحالة انضباطية يا فندم لما نخرج لأهلنا هنتشرف بيها يا فندم. طبعا. وصلتنا لحالة علمية، خدنا قانون يا فندم. احنا كنا بناخد مواد علمية، خدنا مواد قانونية. شاكرين. اتفضلي. طالبة ضابطة ندى أحمد محمد أبو المجد، كلية التربية الرياضية جامعة العريش. بشكر حضرتك يا فندم على التنمية في سينا والقضاء على الإرهاب في العريش. طب الامور اتحسنت كتير؟ فندم من 2018 بعد العمليه الشامله، وفي تغيرات وتحسنات، وبقينا في امان الحمد لله. ان شاء الله تتحسن اكتر من كده. حاجه تاني؟ شكرين.
السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بكم واسمحوا لي أرحب بكم جميعا. أظن شايفين كل زيارة تشوفوا التغيير اللي بيحصل لأولادكم وبناتكم. يعني أنتوا متوقعين إنهم ينزلوا أجازة إمتى؟ كمان شهر ولا شهرين؟ كمان شهر؟ النهاردة؟ فإن شاء الله تاخدوهم أجازة سعيدة ويقضوا معاكم. خليني بقى يعني أبدأ كلام إن أنا أوجه لكم الشكر. بشكركم جميعا والله، كل الأسر، إن أنتم يعني تفضلتم علينا وإن أنتم قدمتم لأولادكم وبناتكم إن يبقوا موجودين معانا هنا في صرح عظيم جدا من صروح إلنا. صرح عظيم هنا أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية بتقوم بدور كبير قوي وأنتم عارفين ده كويس، ويمكن ده بان قوي خلال الكام سنة اللي فاتوا، وشفنا قد ايه احنا محتاجين ان احنا ولاد مصر وبنات مصر يبقوا موجودين يساهموا في حماية مصر من اي شر يعني. فانا بشكركم جميعا يعني، ومش هنسى ابدا في المناسبة ديت ان انا اوجه تحية وتقدير واحترام واعزاز لكل اسرة شهيد او مصاب من اسر مصر. مش هننسى ابدا يعني. وانا بقول لكم كده عشان احنا كلنا المفروض ما ننساش. انا والله مش هنسى وما افتكرش ان في حد ممكن ينسى العطاء الكبير قوي اللي قدمته الاسر ديت لبلدنا مصر. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين واهلا وسهلا بيكم، ورمضان كريم والف مبروك لاولادكم وبناتكم ان هم انجزوا الفترة اللي هي الأولية ديت ودايما دايما بخير وسلام. فمتشكر جدا جدا وأجازة سعيدة عليهم. للطلبة والمرشحين خلي بالكم منهم إن شاء الله برضو، وانتوا في الأجازة الولاد أو الشباب والشابات الطلبة خلي بالكم من نفسكم إن شاء الله ترجعوا بسلام لكل. وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، كل سنة وانتوا طيبين جميعا. شكرين شكرا جزيلا. شكرا حضرتك بخير. ولا انا سعيده، انا يعني بكل سعادتي بشوفت حضرتك. ربنا يخليك لمصر ويخلي جيش مصر وشرطه مصر. اللهم امين يا رب. واحنا بنحبك يا ريس، بنحبك واحنا في ظهرك، ومصر هتفضل دايما بدعاء ربنا طبعا فوق الكل طبعا. وربنا يعينك، ربنا يعينك، ربنا يعينك يا حبيبي. انا بحبك وبحب بلدي، عشان كده خليت ولادي كلهم شرطه وجيش. انا سعيده بحضرتك انك رئيسي، مش بس كده، سعيده بحضرتك انك رئيسي قدام العالم كله. ربنا يجبر خاطر. لا انا مهما اتكلم مش هاوفي ولا اقدر اقول حبي ليك ايه. لان انا بحب مصر وبتراب مصر طبعًا. وعارفه ان حضرتك بتحبها يعني الشاغل اساسي عند حضرتك. فربنا يعينك علينا واحنا في ظهر حضرتك. وانا النهارده عيد بالنسبه لي، انا عيد بالنسبه لي شفت حضرتك وولادك اسود ربنا يخليهم لك. طالب ميلادي. طالب اسمك سعد محمد زبر. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله يا فندم. مبسوط جدا يا فندم. هتقعدوا شويه بقى ولا ايه؟ انت عمرك هتقعد يا فندم. اجازه سعيده النهارده احسن من ليله يا رب. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. جمايل كل مصر في جمايل كريمه. محدش يميل على شوف التاريخ يشكر. لا بس مش حد يميل على مصر. محدش يميل على مصر. ربنا يبارك فيك. اللي ليه جميل على مصر ربنا، لكن احنا ما عندناش حد. احنا ما كنتش متوقع ان يجي هنا، انما قدره ربنا هو اللي جاب. بالعدل عرفت ان في عدل لسه. الحمد لله. ولا اعرف فلان ولا اعرف عز الدين. هو اي حاجه هو راجل. الحمد لله. لا هو ده ربنا طبعا. ربنا فوق من الكون. ربنا يخليك.
شكرا مصر بلدي بفتخر بتربى أرضي وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي وهيجي اليوم وهتعرفوا قيمة البلد دي بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي أنا مصر بلدي ومش بقارن حبي ليها بحب حد عنها كتبت في حبها وكل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد أرضي وبلدي من ده اللي عايش على أرضها وشايف دفاها وشعبها ومحبهاش ما كفهاش كل الكلام تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حامين شعبها تعظيم سلام يملى الوجود لولادها في الجيش على الحدود حامينها وإحنا في حضنها تعظيم سلام لكل جند على الميدان كتب التاريخ قصة كفاحه في البرد متدفى في حيطانه وهو متدفى في سلاحه وتحية للشهداء اللي راحوا ذكراهم ذكرى ما تتنسيش ضحوا بحياتهم عشان كل البلد تعرف تعيش وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبها وجيش العظيم بصوتي وبصوت البلد دي بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين عمر الكلام ما يوفي أبدا حقهم واقفين عصب ظهر وسند يحفظ كل دارع في قلوبكم دايما حبها متطمنين عشان انتم دايما موجودين يحفظكم خير الحافظين ما يغيبش ولا صوت منكم ما يموتش جذع انفار عمال ولا يوم يهز الريح جبال شفتوا المحال فعلا الرجال دايما يا ابطال قدها بيكم بتباها البلد بيكم بتباها البلد فعلا ولد ياللي انت رافع اسمها ياللي انت ماسك بالعلم كتب القلم كل التحيه والاحترام تعظيم سلام للي اسهل اللي قال ان الامم تحيا برجالها وشعبها تعظيم سلام لابن الوطن. جميل. اللي بيقوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا، ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطة. في عهدنا بينا يا بلدي وكلنا متفقين من اول يوم والاخر يوم واليوم اتنين دايما جاهزين. رسالة أكاديمية الشرطة، إعداد ضابط شرطة عصري متميز علميا وبدنيا قادر على مواجهة التحديات الأمنية. اختيار الطلبة الملتحقين بكلية الشرطة جاء وفقا لمعايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام لهذا الصرح المتميز أمنيا من أبناء الوطن. هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم بانتمائهم لكلية الشرطة وتحقيق حلمهم للالتحاق بها لتتواصل مسيرة العطاء. إن شاء الله يكون قد المسؤولية بإذن الله ويشرف البلد إن شاء الله وربنا يقويه إن شاء الله والله بسعاد. فخورة فخورة إنها دخلت كلية الشرطة وحققت حلمي. فرحة فرحة فظيعة جدا جدا، إحساس لا يوصف. ما دخلش هو السنة اللي فاتت بس هو اشتغل على نفسه وكان عنده يقين بربنا إن هو السنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمه. وإحنا مسرورين ومبسوطين بقبوله بكلية الشرطة الحمد لله رب العالمين. أنا فخورة بيه جدا وكان كل اختبار يطلع ناجح منه كنت بحس قد إيه بالفخر بيه إن هو قدر يعدي الاختبارات. طبعا ألف مبروك وفرحانين جدا 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 وربنا يوفقه ويوفق الجميع. لأول مرة كان من بين الملتحقين بكلية الشرطة لهذا العام خريجات كليات الحقوق وقد تقدمنا بخطى ثابتة لتحقيق آمالهن بعد فتح الكلية أبوابها لهن للمرة الأولى للالتحاق بها. فخورة جدا لأني هكون أول دفعة حقوق إناث تلتحق بكلية الشرطة. أنا كولي أمر سعيد جدا أن بنتي في مكان محترم آمن فيه رعاية كاملة من كل شيء، فدي حاجة بتطمننا كأولياء أمور إن بنتنا في المكان المحترم ده أكاديمية الشرطة. التفوق علميا وبدنيا ونفسيا
كان طريق هؤلاء الطلبة للالتحاق بكلية الشرطة ليتحقق لهم ما يسعوا إليه لنيل شرف حمل رسالة الأمن السامية. مجموعة 99%. الحمد لله ربنا كتب لي أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، وده كان حلم من وأنا صغير. أنا كان جاي لي كلية طب بشري برا، والحمد لله أصريت أن أدخل كلية الشرطة. كان حلم حياتي من وأنا صغير أن أنا ألتحق بكلية الشرطة، الحمد لله الحلم اتحقق. تضع كليات الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة نظرية وعملية يتم من خلالها إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية للارتقاء بالمستويات البدنية والعلمية لهم في قاعات المحاضرات وبالميادين التدريبية المتنوعة التي تزخر بها أكاديمية الشرطة، بما يؤهلهم لحماية أمن الوطن بكل اقتدار. لما بتلمسك وتما الأرض تهز جبال، بيروح أبطال بس بيجي مكانهم أبطال، يمشوا المشوار دايما جاهزين ورانا في شعب وطول الوقت الإيد في الإيد. لو عدى علينا الليل علشان مع بعض أهي بيجي لنا نهار دايما جاهزين. هؤلاء هم حماة أمن الوطن، حاملين مش على أمنه واستقراره، مسلحين بالعلم والخلق والواجب.